مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. ابتداء من يونيو عام 2004 وحتى اليوم، تعرض الجيش اليمني في ظل النظام السابق ودولته العميقة لعمليات تنكيل بشعة، جزء منها باشرته ميليشيا التمرد الحوثي حينها، وتركت الباقي لفشل وفساد الموظفين الإداريين والمسؤولين الذين كانوا محسوبين على الجيش لكن قلوبهم كانت مع الميليشيا، أولئك الذين يرون الحرب مجرد أوراق وأرقام باردة لا يشعرون بما تحويه من آلام وما تعنيه الأوراق من قيمة للأرواح. ذلك العبث بما كان يراه الشعب جيشا للوطن خلف من المآسي ما الله به عليم. وفي خاتمة المطاف أسلم ما بقي من ذلك الجيش عدة وعتادا للميليشيا التي تحالفت مع المخلوع وانقلبت على خيار الشعب. وقبل العدة والعتاد أسلموا شرف العسكرية والوطن لمغتصبي السلطة فأهلكوا الحرث والنسل. في حلقة اليوم من برنامج لست وحدك، قضيتنا الجندي المعاق علي أحمد مساوى يحكي لنا في هذا الفيلم عن إصابته، أين وكيف أصيب وكيف تلقى العلاج ومتى توقف. نتابع ثم نعود. لي 12 سنة داخل صعدة، من يوم ما تعسكرت من بعد الحرب الشمال والجنوب ودونا صعدة. لي 12 سنة وتكونت بالحرب الرابعة. هذا تكونت في الحرب الرابعة تمام، واحنا مرافقين الوايت الوقود حق الطائران، رمونا بعد المغرب لا درينا من بيوت مزرعة، احنا نمشي بالدامر. مسعفونا من قرية اسمها المهادر، تكونت تمام بعد المغرب. قرحت؟ ايوه قرحت، قريح بعد المغرب تمام. وسعفونا اصحابي الى المستشفى السعودي. المستشفى السعودي وصلت هناك ركبوا لي مسامير مباشره وعملوا لي كشفات، وثاني يوم رحلونا الى طائره هليكوبتر الى مستشفى العسكري صنعاء. وصنعاء ثمن باقيه العلاج، عالجونا في صنعاء وقرحت في المستشفى العسكري وثابت، يعني مده حوالي فتره ترقات حوالي شهرين او اربع اشهر. وبعدين كل ساعة ما يعود إلى المستشفى العسكري، إما كنت غريب معنا بيت هناك في صنعاء جامعة المرة، كنت سراح وروح مجارح أو ذا للبيت وللمستشفى العسكري. لما جلست فترة حوالي أول معيد عيد رمضان والعيد الكبير وأنا داخل المستشفى العسكري، بعدين رحلونا للأردن وعملوا لي هناك شد وتر مش قلق شر، وقالوا روح، وقالوا ما يعود ثاني مرة المستشفى العسكري، ما رضيوا، قالوا بنعمل لك قشط لهذه الرجل. ليش ما رضيوا للمستشفى؟ ما رضيوا، قالوا بنعمل لك عملية احنا هنا. قالوا لي المستشفى العسكري ما فيش عودة بيقشطوا لي هذا العظم، قلت مستحيل ماشي رايح انا، ورجعت روحت. ما رضيت عاد اقشطه ولا عملوا لي اي حل، المهم الاردن عملوا لي شد وتر، سانوا لي الاصابع ورجعين على ماهن. ولهم مفروض معانا عودة، مفروض يخليك تعود للمستشفى الأردن، ما رضي وش قالوا نعمل لك عملية هنا، قلت لا أنا رافض. القيادة حقك يعني؟ والقيادة حقك ماشي ولا فعلت لنا حاجة. قد المرة الأولى لما قال مقلي مقيدة اللي عندنا لفرع صعدة تمام، قال أنا وديك مصر، لما جيت هنا قال يا ولدي روح البيت. إيش من نظام إيش من قيادة؟ وهذه عاطل منتهي، ما مشي إلا بالجاري، ما قدر يمشي حتى العصيان ولا حاجة، ما مشي إلا على الجاري، لا حتى تدخل الحمام على جوني. طلق الرصاص هنا بالفخذ يعني قريب من الحوض، ايوه مكسور من هنا من قريب من الحوض، والصفيحه موجوده والطلقه مكانها موجوده لحد الان ما خرجوها. ايوه والرجل الثانيه؟ والرجل اليمين من الساق بس مكسور العظم، العظم اللي فوق اللي تحت الصغير سلم، اللي فوق المكسور. والان لحد الان من الحرب الرابعه الان حوالي لي اكثر من 10 سنين لا تعويض ولا اي حاجه، وراتبنا ما فيش، الان لنا 5 شهور ما استلم رواتب، ما معي الا الراتب، غير الراتب ولا اشتغل في اي محل تمام، ولا اشتغل في اي وظيفه غير الراتب، ما معنا الراتب ومعي 3 اطفال، ما فيش الا معيشتي الا من الراتب، ما فيش حد يمديني الا من هنا ولا في اي مكان اشتغل،
ما دخلي الا الراتب، لا ماشي الراتب معي، ماشي مصاريف الجهالي، معي اثنتين بنات وولد، وانا انا وامهم، ولا في اي حاجه تعويض، لا من تعويض لا من دوله ولا من اي محل، ما في راتبي، راتبي 40,000 اي يكفينا كل شهر، ما يكفينا انا اولادي، لا معي لا تعويض ولا مستحقات من راتب ولا اي حاجه، من يوم ما تكسر لحد الان لحوالي 10 سنين ما فيش ولا تعويض ولا حاجه. الوضع المادي المهم ولا في اي حاجه، تمام نسعى لنا هكذا، ما فيش لا رواتب ولا حاجه، ورزقنا على الله. الرواتب الان لنا 4 اشهر، شهر 9 و10 و11 و12 ولا حاجه، ما فيش رواتب، وسعي عبدي وانا الرزاق، عايش لي الحمد لله، اكل وشرب الحاصل اللي معي كلته، ماشي معي صبري على الله. الناس كلهم ادعموا المعوقين، بعضهم يستلمون من اعتمادات وكل حاجه، وانا ولا حاجه، حتى الجواري ما فيش، لا يصرفون الجاري، نشتري الجاري شراء، الجاري يشتري شراء، ما فيش عاد لا منظمات ولا حاجه، كامل هالمندتنا المنظمه الاولى، مندتنا جاري علي، الان الجاري يتجمل لي واحد واحد من اصحاب الكود، من اصحاب الخير، ولا اني بعض الحين اشتري الجاري شراء، اشتري الجاري ب10 ب4,000 ما حد يديني من 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 حقي الخاص من راتبي، لكن راتبي 40,000 لا يكفيني ولا يكفي جهالي. ثلاثة أطفال يرون أباهم معاقا، وهو الذي كان جنديا في الشرطة العسكرية، يرونه ببزته العسكرية فيبعث فيهم الفخر ويحدث في قلوبهم الهيبة، وأم صارت عكازا لولدها وقد ربته ليكون عكازا لها في سن الشيخوخة. لا يوجد إحصائية لعدد الجرحى الذين أنتجتهم حرب الجيش مع المتمردين في صعدة، لكن كثيرا من هؤلاء الجرحى الذين تحولوا إلى معاقين كانت جراحهم أقل شأنا من أن تتحول إلى إعاقة لو أنها لقيت العناية الطبية اللازمة. غامروا بحياتهم ببسالة تلبية لنداء الواجب، وفي الصحاري والجبال خاضوا المعارك ولم يهزموا فيها، لكنهم هزموا وهم يخوضون معاركهم مع نظام إداري مصمم بعناية للنيل منهم، نظام حول الآلاف منهم إلى جرحى، إلى شهداء ومعاقين. آلاف الجرحى ممن أصيبوا في حروب صعدة ماتوا بسبب جراحهم، منهم من كان يموت بسبب عجز زملائه عن الوصول إليه في الميدان، ومنهم من مات بسبب الإهمال لاحقا. نعم عالج الأطباء كثيرا من الجرحى بكل أمانة ومسؤولية، لكن المشكلة لم تكن في قدرات الأطباء أو في إمكانيات المستشفيات بقدر ما كانت في النظام الإداري المصمم لإضاعة الحقوق وإهانة أصحابها. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي نزار سرارو من مدينة عدن، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من عدن المحامي والناشط الحقوقي نزار سرارو. مرحبا بك أستاذ نزار. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. شاهدنا قبل قليل قصة الأخ علي أحمد مساوى، وهو جندي من جنود الجيش اليمني الذين شاركوا في قمع التمرد أو في حروب صعدة التي عرفت بحروب صعدة. نريد أن نعرف عن الأساس القانوني للحق في الصحة العامة بشكل عام، وللجنود تابعين للجيش أي جيش بشكل خاص. الحق القانوني أساسا منصوص عليه في القوانين، وهذا الحق أساسا هو حق أساسي لكل فرد في الدولة. وفق نظرية العقد الاجتماعي أن المواطن يتخلى عن أخذ حقوقه بيده وأخذ جزء من ثروة هذه البلاد كحق له، في مقابل أن الدولة تتكفل بكل الخدمات المنصوص عليها في القوانين والأعراف الدولية والمحلية. نعم. أي أن المواطن عليه أن يتخلى عن جزء معين من حقوقه ويحيلها على الدولة، والدولة من خلال ثروة هذه البلاد تقوم
بتوفير الخدمات مثل التعليم والصحة والغذاء والدواء وكافة الأمور التي يفترض أن تكون مجانية كجزء من حق هذا الفرد من ثروات بلاده. نعم. بالنسبة للمواطن، بالنسبة للجندي أساسا، يعني الجندي يعني لابد على الدولة أن تتكفل به بكل نواحيه طالما وهو يدافع عن هذه البلاد. بالتالي تقصير الدولة في معالجة الجرحى وصرف مرتبات الشهداء يسبب نوع من الإحباط لدى الجنود أساسا، يعني نعم. ناهيك عن المضار الصحية التي ترافق الإهمال الطبي لهذه الجنود. صحيح، وهذا ما جعل الأمور تنحدر إلى المستوى الذي نراه اليوم من تغول للميليشيا بعد أن تم تدمير الجيش ونسف معنويات أفراده. أستاذ نزار، من يتحمل مسؤولية الصحة العامة لمواطني الدول بشكل عام؟ هل يتحمل كل شخص مسؤولية نفسه وأقاربه، أم أن العلاج حق للمواطنين على الدولة؟ الأفكار والنظريات القانونية يعني تشابهها بشكل كبير، أن الفرد له جزء من ثروة هذه المجتمع، من ثروة هذه البلاد. فكيف يتحصل الفرد على ثروته من هذه البلاد؟ عن طريق توفير الخدمات بشكل أساسي لهذا المواطن. فثروة البلاد توفر للمواطن على شكل صحة وتعليم وخلافه، وبالتالي فإن الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن توفير الصحة العامة لكافة مواطني هذه الدولة. حاليا ما يحصل في الدولة أن الدولة لا تستطيع توفير حتى الدواء المجاني إلا بشكل بسيط، لكن نعم. الدولة هي اللي لا نعم. يجب أستاذ نزار، أستاذ نزار، يعني لو طلبنا منك تقييم للمراحل الماضية قبل يعني لأواخر نظام المخلوع والإهمال الذي تعرض له المواطنون سواء كانوا مواطنين مدنيين أو جنود، كيف تقيمون ذلك الوضع كنشطاء حقوقيين؟ حقيقة ما بعد الوحدة كان الجنوب يعيش حالة من التدهور المستمر من خلال سرقة ثرواته والبترول وكافة الموارد المتاحة للجنوب كانت تحول إلى صنعاء، ويعطى للجنوب الفتات رغم أنه هو المورد الأساسي، المرفد الأساسي للدولة كان النفط الجنوبي. في مرحلة المخلوع بدأت الأمور تتدهور وصار إلى ما صار إليه اليوم. نعم. من حروب نتيجة تلك التراكمات، السياسات الخاطئة. نعم. أستاذ نزار، هل يمكن التحصل على تلك الحقوق؟ هل يمكن لهؤلاء الذين انتهكت حقوقهم مثل بطل قصتنا لهذا اليوم أن يطالب، وأن يعني هل هناك مسلك قانوني يستطيع أن يمر من خلاله للتحصل على حقوقه؟ أكيد أكيد، طبيعي أن القضاء هو الحل الأول والأمثل لكل من انتهكت حقوقه. يعني فكل مواطن له الحق في اللجوء للقضاء لأخذ حقه بطريقة قانونية راقية، بحيث أنه يرفع دعوى، يقوم بالمطالبة بالتعويض، يقوم بالمطالبة بإلزام الدولة. لكن حاليا الدولة تمر بمرحلة يعني نقول صعبة جدا، وإعادة تأسيس للدولة. نعم. فبالتالي يعني لابد المواطن أن يعني يشد على الحزام شوية، بحيث أنه يستطيع هذه الدولة أو هذه الشرعية المتواجدة الآن في الجنوب أن تنهض من جديد، ونتمنى أن يكون القادم أجمل جدا جدا جدا. في قانون نص، لا أذكر أي نص رقم المادة، لكن الدولة هي أساسا تتحمل تكلفة بناء ما دمرته الحرب من مساكن المواطنين، مثل ما حدث في حرب أبين عندما قامت الدولة بتعويض الأمر يحتاج إلى إجراءات اقتصادية. أستاذ نزار، إلى إجراءات اقتصادية وإلى مشاريع تسمى مشاريع مارشال وغير ذلك من الإجراءات. لكن سؤالي أستاذ، هل حقوق هذا المواطن وأمثاله من العسكريين الذين شاركوا
في أداء الواجب وبشكل قانوني، هل يمكن أن تسقط بالتقادم؟ هل يمكن أن تضيع لأن مسؤولية الدول تبدلوا وتغيروا؟ هل يمكن أن تتلاشى لمجرد أو بسبب أن تم إعادة هيكلة الجيش أو الإجراءات التي يعني فرضتها الحرب من إنشاء جيش وطني جديد؟ كيف يمكن أن يضمن مثل هذا حقه؟ هل هناك ضمانات معينة لذلك؟ القانون هو الضامن الأساسي الأول والأخير في هذه البلاد كحكم جمهوري الآن متواجد في اليمن. نعم. فالقانون هو سيد الكل، لكن العسكري أو الجندي الذي خرج أن يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه قد بدل الغالي والنفيس في مقابل الدفاع هذا. نعم. فهو من منطلق حب هذا الوطن ضحى بكل شيء، لكن فبالتالي لا يمكن له أن يفكر بمسألة أن يقدم دعوة ضد دولة أو ضد، فهو خلاص يعني خرج لحب هذا الوطن، مستعد للتضحية بأكثر مما بلا شك. ولكن يا الإحسان يجب، ولكن الإحسان يجب أن يقابل بالإحسان، والتضحية يجب أن تقابل بالعرفان، وهذه حقوق يعني يجب ألا تسقط لمجرد أن الإنسان يحب وطنه وضحى من أجل هذا الوطن. هي لا تسقط بالطبيعي، لا تسقط بالتقادم، فالدولة هي تتحمل مسؤول سواء الآن أو فيما بعد. نعم. لكن المواطن، لكن العسكري والمدافع عن أرضه قد ينظر إلى هذه المسألة بمنظور يعني لا مبالاة، فهو قد ضحى بحياته في مقابل هذه الدولة، فلا ينتظر شيئا من هذه الدولة. لا هناك من ينتظر، لا هناك من ينتظر، وهناك من يحتاج. ليس المسألة احتياج ولا منا ولا 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 المسألة مزايدة واجب، ولا هي هذا واجب على الدولة أن توفر الرعاية الصحية لكل عسكري ولكل مواطن ولكل فرد هذا المسألة. هذا هو، هذه هي المعلومة التي نبحث عنها ويبحث عنها كل ذي حق، يعني كل صاحب حق وصاحب مطالبة واحتياج أيضا، سواء كان عسكريا أو مدنيا. أستاذ إزار، ماذا عن دور المنظمات الدولية؟ هل يمكن أن تتحمل المنظمات الدولية جزء من المسؤولية بمحاولة توفير علاج لجرح الحروب، كل الحروب التي شهدتها البلاد؟ الأمم المتحدة لديها منظمات مختلفة في كافة المجالات، وهي تقوم ببرامج ومشاريع في مناطق الحروب مشكورة عليها، لكن الدولة هي الأساس الذي يجب أن تقوم بتوفير هذه الأمور. منظمات المجتمع الدولي تقوم بتوفير الدواء والغذاء لبعض الفئات التي تقدر أن تصل لها، لكن في أوقات الحروب بعض الفئات لا تقدر أن توصل لها هذه المنظمات. دورها مشكور لكن يبقى دورها ناقص في كل المراحل. أين الخلل في رأيك وفي تصورك؟ هل نحن كناشطين وكقطاع حقوقي وكدولة وسلطة يعني لم نستطع أن نوصل هذا الاحتياج كما هو وبشكل مقنع للمنظمات الدولية التي لديها كما ذكرت توجهات في هذه السياقات كلها؟ هل الخلل أننا لم نستطع إقناعهم بتقديم المزيد من المساعدة، أم أنه للمساعدات في اليمن أو نحو اليمن سقف محدد؟ في رأيك ما هي الأسباب؟ الحرب في كل الأماكن لا توجد حرب جميلة وحرب سيئة، فالحروب دائما بشكل عام سيئة مهددة للحياة، فبالتالي الموظف الدولي يخاف على حياته في مناطق الحروب. لكن نحن كمواطنين لا نستطيع أن نخاطب هذه المنظمات الدولية، نحن كأفراد أو منظمات مجتمع محلي لا نستطيع. صحيح. لا توجد لدينا الآلية المناسبة لمخاطبة هذه المنظمات الدولية وتنفيذ برامج على الميدان. صحيح. فالدولة هي الوحيدة التي تستطيع المخاطبة وتستطيع الرفع وإرسال المذكرات وإرسال الكشوفات وعمل الإحصائيات وعمل الرصد. نحن كمنظمات مجتمع مدني نقوم بالمساعدة فقط، أما نعم. الدور الأساسي يجب أن تقوم فيها الدولة. نعم. إذن هل من رسالة أخيرة تود توجيهها في هذه العجالة؟ أتمنى على الدولة أن تراعي صحة الجنود. كل جندي يصاب يجب عليها أن تراعيه من البداية إلى أن يصحى ويرجع زي ما مثل ما كان. نعم. لأن الوعي المجتمعي هنا والمشاعر التي دائما تكون في والمعنوية التي تكون لدى الجنود يجب أن ترتفع عندما يرى أن الدولة تتكفل بكافة احتياجات هذا المصاب.
فيبذل الغالي والنفيس في سبيل هذه الدولة. فأتمنى من الدولة أن تتحمل كافة مسؤولياتها في كل المناطق المحررة إن شاء الله. بلا شك. المحامي والناشط الحقوقي نزار سرارو، كنت معي من مدينة عدن، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، ننتقل لمتابعة هذه المادة ثم نعود. وهكذا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الجندي علي أحمد مساوى، تم الرصد، في أمان الله.